يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن أن يأمر الشيطان بالخير لسبب ما كما حدث في حديث أبي هريرة عندما علمه الشيطان فضل آية الكرسي؟ ما علمه من أجل نفعه بذلك، إنما علمه ليتخلص منه، علمه هذا من أجل أن يتخلص منه لئلا يقتله، ما علمه إياه رغبة في الخير. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا عمارة سكنية، ولا يسمى هذا تعليما، الرسول لا يتعلم إلا من الله، هذا ما هو بتعليم، لكن الشيطان ذكر له هذا ذكرا. نعم.